قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام متابعي قناة ميديا ديزاد، خاوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معاكم خوكم شرف الدين. يا خوتي في هذا الفيديو راح نرد على الإعلام التونسي ونكذب الإعلام التونسي وننشر حقيقة ما يحدث في تونس بعد أن الجزائر قامت بغلق حدودها. نعم الجزائر هي اللي غلقت الحدود وليست تونس، يعني حسب الإعلام التونسي تونس هي اللي محبش تفتح الحدود. راح تشوفوا إخوتي الكرام وتكتشفوا حقيقة ما وش قلت لكم البارح باللي التوانسة راهم يعانيوا، قلت لكم البارح باللي التوانسة راهم يعانيوا من غلق الحدود، مش غير السياحة التونسية وإنما حتى الشعب التونسي البسيط لأنه كان يدي لقمة العيش تاعه من الجزائر. سقسيوا أي تونسي والله ما راح يكذب عليك، راح يقول لك الصح، يقول لك أنا الجزائر هي لقمة عيشي. إلا الإعلام التونسي فقط اللي حب يكذب على زعم الشعب تاعه ويطيح خشين ويطيح دولة قاوية، ولكن في حقيقة الأمر هما ما كاين والو خاوتي. راح نشوفوهم الآن وتكتشفوهم الآن. قبل مشاهدة هذا الفيديو خاوتي كالعادة وصلوا 4000 5000 لايك، وما تنسوش في التعليقات مرمدوا جميع واحد يتكلم بالسوء عن الجزائر. الجزائر قاوية والجزائر واصلة حب من حب وكره من كره. في هذا الفيديو جبت لكم إخوتي الكرام الشعب التونسي وهما خارجين في مظاهرات. نعم يا خوتي خارجين في مظاهرات، في هذه المظاهرات راهم يطالبوا تبون بفتح الحدود ويطالبوا تبون بأنه يساعدهم ويمدلهم إخوتي الكرام حتى الجنسية الجزائرية. نعم يا خوتي هذا وش راهو صاري في تونس. الإعلام تاعهم ما تقبلهاش كي قلنا باللي تونس هي ولاية جزائرية وتخطيها الجزائر تضيع تضيع والله غير تضيع يا خوتي. سبحان الله زعم السياحة وما على باليش يو السياحة تاعهم إخوتي الكرام ما تشري لهمش حتى حق تري سيتي يو عايشة بالجزائر من الأخر. توانسة بعد على بالهم بهذا الشيء، إلا الإعلام التونسي ما حبش يامن وما حبش يستعرف تونسي عايش بالجزائري. نقطة عد إلى الصدر. نبدأ الفيديو كيف كيف خوتي يا شوفوا مليح. أكم تسمعوا يا خوتي على بالي ما فهمتوش نفهمكم ليه. قال له يا تبون ويا تبون تونسي بركة في المضمون. المضمون وش هو؟ هي شهادة الميلاد تاعه فقط، هذا ما كان بمعنى يطالبوا بالجنسية الجزائرية. وصلتوا حتى تطالبوا الجنسية الجزائرية ويجي الإعلام تاعكم يسب الجزائر ها ويسب السياح تاع الجزائر، هاي الحقيقة تاعكم. تونسي بركة في المضمون، أكم تسمعوا؟ هنا خوتي يقولوا يا البيشيشي ولا ما على باليش شخص سموه البيشيشي بلا قيس السعيد، قالوا يا البيشيشي توله بينا، الجزائر أولى بينا، اسمعوا اسمعوا. راكم تسمعوا يا خاوتي الجزائر اولى بينا. هنا التوانسه راهم يطالبوا في رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون باش يمنحهم يسلكهم مساكن لانهم حاصلين حاصلين. نعم شتوا هذاك النهار كي خرج رئيس الجمهوريه وقال لكم يا التوانسه حبيت ارجع لكم بلادكم الى الطريق الديمقراطيه، انتم سبيتوه انتم قلتوا له كيف تتدخل فينا خاصه الاعلام تاعهم يا خاوتي. ولكن الان راهم يترجاو في رئيس الجمهوريه عبد المجيد تبون شخصيا باش يتدخل فيهم باش يتدخل في بلادهم. هذه ماهيش من الجزائر هذه المظاهره يا التونسي يا اخي، هذه المظاهره اخوتي الكرام من قلب تونس. يا مشيش تولابينا الجزائر اولى بينا، يا مشيش تولابينا الجزائر اولى بينا، يا مشيش تولابينا الجزائر اولى بينا، يا مشيش تولابينا يا مشيش ولا بينا، 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 يا مشيش
هذاك واحد وقال قالهم الجزائر أولى بنا. حقيقة يا الإعلام التونسي لازم تنشروا هذه الأخبار وانشروا هذا الفيديو. علاه ما نشرتوهش؟ علاه ما نشرتوهش في القنوات تاعكم؟ عندهم بزاف قنوات يا خاوتي، قنوات الفسق تاعهم هذيك عندهم بزاف، ولكن الفيديو هذا ما تلقاه حتى في قناة. ما ينشروش هذا الفيديوهات، ينشروا إلا الأكاذيب باللي احنا دولة قاوية. عبالكم يا خاوتي تونس راح يصرى لها نفس السيناريو اللي صرى في المغرب؟ المغرب ثاني بداتها باللي انا دولة قاوية ودولة قادرة على شقايا، والجزائر احنا خير منها. يعني حتى هما ولات عندهم هذيك الجنون العظمة باللي هما خير من الجزائر، فطبعوا خانوا والان راهم يديو في الكف من عند الجزائري كيف كيف، ما تبدل والو. تونسي ايضا احتصر له كيما هاك يا خاوتي، راهم يتجهوا الى طريق التطبيع ويتجهوا الى طريق الخيانة وطريق الاستقواء على الجزائر حسب ظنهم بين قوسين، وهي في حقيقة الأمر تخطيهم الجزائر يضيعوا ما يلقوش وش ياكلوا. يا خاوتي التونسي كان يسترزق من الحدود الجزائرية، وما نيش أنا اللي نقولها وإنما التوانسة بعد يعترفوا. وروحوا شرشيهم مليح في اليوتيوب يا خاوتي اللي ما أمنيش حول اعترافات التوانسة بأن فتح الحدود أمر لازم جدا باش التوانسة يعيشوا مليح. لذلك من هذا المنبر نقول لك يا تبون ما تفتح لهمش الحدود، ما كانش الحدود. نهار سبيتونا وطيحتوا فينا من أجل مباراة كرة قدم فما كنا مش ملاح، والآن يا التونسي كي ضاقت بيك الأمور تاعك، كي حبست السياحة تاعك، كي تدمر الاقتصاد تاعك، جي للجزائر وطالب بفتح الحدود. ما نفتحوش الحدود. البارح درنا خاوتي فيديو حول إعلامي تونسي طالب الجزائر بفتح الحدود، اليوم الشعب التونسي طالبنا بفتح الحدود. يا التونسي الجزائري عنده سيادة في بلاده، هو سيد قراره، يدير وش يحب الجزائري، يحب يفتح لك الحدود ولا ما يفتحهاش. انت ما تدخلش، ما تهدرش، انت تصبر برك، تسكت وتصبر حتى يفرج ربي. ولكن انتو ما عندكم لسان، لسان تاعكم اللي وصلكم لهذا الشيء. هذا وش عندكم تعرفوا غير تهدروا؟ كل إعلام تاع التونسي كل إعلام تاع المخزن يا خاوتي. انا شفت اعلام يعني الوحيد اللي راهو خاطئ جابت كامل ما تلقاش يحكي في شؤون الغير هو الاعلام الجزائري، الا اذا كان حدث يعني قيس الجزائر راح تلقاهم يهبلوا على عليهم وعندهم الحق يهبلوا. ولكن هذو الناس يا خاوتي يتهجموا علينا بطريقة مباشرة ويتدخلوا في الجزائر بطريقة مباشرة ويحبون الان نفتحوا لهم الحدود. سبحان الله. شوف معايا مليح يا التونسي، انا البارح درت فيديو قلت لكم عديد الاسباب حول غلق الحدود، علاه الحدود ما زالت مقفولة، ولكن الان راح نمد لك السبب يعني الاساسي حول غلق الحدود. هو سبب واحد، تونس تتجه الى تطبيع، تونس تتجه الى الخيانة، والجزائري ما يقبلش الخيانة لذلك اقفل لك الحدود. هذا ما كان، ما تصعبها علينا ما نصعبها عليكم، امر بسيط جدا. تونس تتجه الى الحدود، المخابرات الجزائرية وصلتها معلومات تفيد بهذا الشيء، ايضا القنوات تاع الصهيونية تبانو صهيون يا خاوتي تناقلوا هذا الخبر بكثرة، قال لك تبون انا الحدود تاعي ما نفتحهمش مع دولة مطبعة، مع دولة ما عندهاش كلمة. الجزائر مشكلتها مع الدول هذه خاوتي انه هذه الدول ما عندهاش كلمة. قيس سعيد كيحكم الحكم قالهم بأن التطبيع خيانة عظمى، قالهم ما تسميوهش تطبيع وإنما سموه خيانة عظمى. الآن قيس سعيد، السي قيس سعيد راهو يتجه إلى التطبيع بشكل علني، مازال برك كاين تطبيع يعني بشكل يعني تحت لتحت، الآن راهو جاي تطبيع بشكل علني. فهمتوا خاوتي؟ هذا هو السبب يا التونسي، ما تكسر ليش راسي مالا وما تزيدش تحكي لي على قصة الحدود. فهمت؟ هذه هي، كي كان الجزائري يجيك بدراهمه كنتو تذلوه وكنتو تستحقروه، وجاي عندنا باسكو عندنا السياحة وما على باليش. يوم ما عندكمش السياحة، يوم نعاودها لك، الجزائري كي كان يجي عندك يجي باش يبدل الاعلام برك، باش يشوف باللي راهو بدل للدولة، يحس روحه يحوس الجزائري. فهمت مليح؟ لانه وش كاين عندكم في تونس في ولاية واحدة واللي هي راي قريبة لكم، ولاية عنابة، لنوجهوا تحية لكامل سكان عنابة، ولاية واحدة هذه فقط يا خاوتي
فيها وش كامل وش كاين في تونس. صدقوني كاين وش كاين في تونس خير منه بألف خطرة، من مناظر وبلايص تتحواس. دا الجزائر هي قرى يا أخي، مش تجي تقول جي وعدنا على جل السياحة يا أخي مهابل يا أخي. هيا ربطوها بيديكم، هيا حلوها بسنيكم يا توانسة. المهم يا أخوتي الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، خليونا أراءكم في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.